الكاميرا فائقة السرعة، فائقة إلى حد. نعم، هذا ما أكدته آخر الأبحاث لعلماء يابانيين، حيث استطاعوا بناء كاميرا التصوير قادرة على التقاط 4.4 تريليون إطار في الثانية، أي أعلى من 164 مليار مرة عن أي كاميرا هاتف محمول، و1000 مرة عن أسرع كاميرا قد تم بناؤها من قبل. يعود السر وراء هذا الإنجاز إلى التكنولوجيا الجديدة لالتقاط الصور، والمسمات بالتصوير بالتخطيط الضوئي متسلسل الوقت، وهي تكنولوجيا تسمح للكاميرا من التقاط صورة لأي شيء يحدث في زمن لا يزيد عن جزء من تريليون جزء من الثانية، وبجودة صورة تبلغ 450 إلى 450 بيكسل، أي أنه إذا استخدمنا هذه الكاميرا لتصوير أي مصدر للضوء وقت إشعاله، فلسوف نتمكن من مشاهدة الضوء يسير ببطء لدرجة أننا من الممكن تعقبه لمسافة أقل من 70 ميكرومتر، مع العلم أن سرعة الضوء في الفراغ تصل إلى 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة. فيما سبق تستخدم الكاميرات التقليدية تكنولوجيا تسمى عملية الإطلاق الكشف، حيث أن عملية التصوير تتشكل من إطلاق الكاميرا الضوء على العين المراد تصويرها، ومن ثم تقوم الكاميرا بعملية فحص الضوء المنعكس عن الجسم وتحليله من أجل توليد الصورة. أما التكنولوجيا الجديدة فهي تستخدم حزمات سريعة ومنفردة من الضوء وتقوم بتوجيهها للجسم المراد تصويره. المقصود في أن حزمات الضوء سريعة هو أن ترد إطلاق الحزمات سريع، أي حزمة كل جزء من تريليون من الثانية. هذه التقنية وخلافا للتقنيات السابقة تعد أسرع وأكثر فعالية لعملية التصوير السريع، لأنها لم تعد بحاجة لعملية امتصاص الضوء وقياسه في كل مرة تريد فيها الحصول على إطار جديد، حيث أن عملية القياس المتكررة قد تحدث بطئا إذا تم التقاط الضوء من حدث معقد نسبيا، وبالتالي التقنية الجديدة تفتح الأبواب للحصول على تخطيط وتصوير للأجسام بسرعة أكبر. يقول كريس هيرنز لمجلة ويرد يوكي المختصة بالتكنولوجيا معلقا على هذه التكنولوجيا الجديدة: التصوير بالتخطيط الضوئي متسلسل الوقت قد تم اختراعه لتحسين عملية تصوير وتحليل العمليات الكيميائية وعمليات التوصيل الحراري التي تحدث بسرعة أقل فقط بست مرات عن سرعة الضوء. ويضيف قائلا: الفريق المشرف على الاختراع والمتوزع ما بين جامعة طوكيو وجامعة كيو قد استغرق 3 سنوات في العمل على هذه التقنية، وأتمنى أن يستمروا في العمل بعد أن أصبح اختراعهم مكشوفا للعام. وبعد أن قام الباحثون في نشر إنجازهم في مجلة ناتشرز فوتونكس العريقة، هم يعملون الآن على تصغير نموذجهم للاستخدام التجاري، وهم يأملون في أن يتم استخدام هذه التكنولوجيا في عملية دراسة التفاعلات الضوئية الكيميائية، علم الضوئيات، فيزياء البلازما، وأيضا الأمواج الناتجة عن اهتزازات البنية الذرية لمختلف المواد.